اهلا لوريناتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده. يوم جديد مع فيديو جديد ان شاء الله. الصراحه ملي بديت الفيديو بديتو بالشلحه، واخا يلا جوج فيديوهات اللي صورت بالشلحه لقيت راسي صافي مشيت اندمجت مع الشلحه. المهم معليناش باش ما نكثرش الهضره، اللي اول مره كتشوف القناه تكون عجبها القناه وعجبها المحتوى، ما تنساش تشترك ودير زر الجرس او لا تضغط على زر الجرس باش توصل باي جديد. وما تنساونيش البنات في لايك لي لايك لي لايك لي لايك لي لايك، ديما غنبقى نقولها لكم، واخا الصراحه شحال هذه ما بديت لكم بها الفيديو. المهم البنات، الفيديو ديال اليوم جيت نتقاسم معكم او لم تشارك معكم التجربه ديالي مع الشامبوانات الشامبوانات ديال الشعر الدهني. انا شعري دهني، راه قلتها لكم بزاف ديال الفيديوهات. بغيت نتقاسم معكم واحد ثلاثة ديال الانواع ديال الشامبوانات زوينين بزاف البنات، وعن تجربة غادي نوريهم لكم. جبت لكم ثلاثة، واحد الثمن ديالو رخيص، واحد الثمن ديالو متوسط، واحد الثمن ديالو غالي. يعني كل وحدة فيكم اجيبها، سواء تقدر تاخذ الغالي ولا متوسط ولا رخيص، المهم راه كلهم زوينين وزوينين بزاف بالحق البنات اللي الشعر ديالهم دهني او اللي الشعر ديالهم دهني بزاف من الجذور وناشف شويه من لي بوينت. هذا هو الشعر ديالي انا، هنا دهني بزاف ومن هنا ناشف. المهم الشامبوانات اللي غادي نوريكم، غادي نبدا لكم بواحد الشامبوان. نبداو بالرخيص ولا الغالي؟ نبداو بالغالي. غادي نبداو بهاد كيراستاس. كيراستاس شي حاجه واو غنيه عن التعريف، الاغلبيه ديالكم غادي تكونوا كتعرفوه، ديال لوريال، ولكن هاد كيراستاس غالي. حنا لوريال كنعرفو عندهم منتوجات رخاص، عندهم منتوجات يعني متوسطين وعندهم منتوجات غاليين. المهم هاد كيراستاس هو غالي شويه الصراحه، ولكن شي حاجه زوينه. باش نبدا نقول لكم المكونات وما فيهش حقه، خصني نقلب على شامبوان ما فيهش السلفات، ما فيهش السيليكون، ما فيهش راه ما غنقولش لكم هذا راه فيه فيه السلفات. المهم فيه باش ما تقولوش لي واش فيه ولا ما فيهش. ولكن انا الحاجه اللي كنهتم ليها اكثر هو الشامبوان يجيني مع الشعر ديالي، حيت شعري مختلط كي قلت لكم، يدم من الفوق وناشف من التحت. يعني كنقلب ديما على الشامبوان اللي غادي يناسب ليا الشعر ديالي اكثر ما كنبقى نشوف في المكونات ديال الشامبوان، حيت كاينين الناس اللي كيهتموا بالمكونات كاينين اللي ما كيهتموش. المهم انا ما غاديش نبقى نقول لكم دابا المكونات، الحاجه اللي غنقولها لكم انه زوين بزاف هذا. تقريبا شحال هذه ما استعملتوش الصراحه، راه شي ربع سنين هذه باش حبستو ما بقيتش استعملته، غير حيت بقيت ملهيه مع شامبوانات اخرين وماركات اخرين، داكشي علاش ما درتوش. ولكن دابا خديته خصيصا حيت غادي نصبغ شعري، باقي ما كتبش يتصبغ، ولكن ان شاء الله ان شاء الله صافي صافي هذه المره غادي نصبغ وما بقاش نقول اليوم غدا. المهم نرجع للموضوع ديالنا، هاد كيراستاس البنات ديال الشعر دهني من الجذور وناشف من الاطراف. الشعر يعني اللي تيكون وتيكون سونسيبل، يعني الزغبه ديالك دغيا كتهرز. هذا البنات خطير بزاف على ضمانتي، انا غادي نقربو لكم. بالنسبه للبنات اللي باغين ياخذوه يديروا سكرين، ها هو. ما خديتش البنات ديال الشعر المصبوغ، راه كاين ديال الشعر المصبوغ، ولكن انا الشعر ديالي دهني ملي كنكون صابغه شعري وكندير الشامبوان ديال الشعر المصبوغ كيتيدم ليا بزاف الشعر ديالي، وحيت انا واخا كنصبغ شعري كيبقى دهني. المهم انا خديت هذا وخديت دي مالور ديال الشعر الدهني، من بعد ان شاء الله نوري لكم في شي فيديو اخر حيت هذا الفيديو خاص بالشامبوانات. المهم هذا البنات كنصحكم تاخذوه، الثمن ديالو 180 درهم 3600 ريال، يعني غالي شويه خصوصا اللي شعرهم طويل او اللي كيغسلوا بزاف الشعر ديالهم ثلاثه مرات ولا اربعه مرات في السيمانه. واخا ما كنصحكمش تغسلوا الشعر ديالكم بزاف، ولكن يعني دغيا كيسالي الا كنتو كتغسلوا بزاف وكان الشعر ديالكم كثيف وطويل. اما البنات اللي كيغسلوا غير مره في السيمانه وشعرهم قصير ولا خفيف راه غادي ديريهم مده طويله. المهم كنصحكم بها البنات، زوين. وغادي نعاود نخلي لكم الصوره ديالو هنا هنا ان شاء الله، نخلي لكم الصوره ديالو بالنسبه للبنات اللي باغين ياخذوا. وما كيديرش القشره يا البنات، هذه اهم حاجه انه ما تيديرش القشره وتينشف دوك الدهون اللي تيكونوا في الشعر، وفي نفس الوقت ما تيكونش الشعر ناشف بزاف من التحت. غادي نجيو لهذا البنات، راه كنت وريتو لكم شحال هذه. هذا بالنسبه للناس اللي كيعانيو من القشره وفي نفس الوقت الناس اللي تيكون الشعر ديالهم دهني. هذا البنات مصنوع من الكبريت، ما غاديش نبقى نقول لكم المكونات كيف ما قلت لكم في الاول، ولكن دقه بطله للقشره
ودقة بطلة كينشف الشعر. غير هذا البنات ما ننصحكمش تبقاو تستعملوه مدة طويلة، هذا تريتمون يعني ديال شهر بحال هكاك صافي وكتحبسوه وكتمشيو لشامبوان اخر، حيت الا بقيتو كتستعملوه، حنا عارفين بان الكبريت هي كداوي ولكن الا كثرنا منها كدير اضرار، يعني كتنشف بزاف الجلده وكتنشف بزاف الشعر والشعر تيولي واقف، جيتو مشطيه كيوقف، يعني الاستعمال ديالو شهر. زوين بزاف البنات، الثمن ديالو 70 درهم يعني متوسط الا بغيتوه شريوه البنات. كي قلت لكم راه كينشف الجذور ديال الشعر، ها هو الا بغيتو ديروا سكرين، وغادي نخلي لكم حتى هو الصوره ديالو هنا تكون واضحه باش الا بغيتو تاخذوه ما غاديش ندموا عليها البنات، ولكن ما تفوتوش في الاستعمال شهر، يعني تقدري تستعملي شهر دار البنات راه باقي مسدود، يعني خديتو بين ما ساليت اللي كان عندي صافي ما بقيتش حليتو، خديت شامبوانات اخرين، خديت داك البانتين اللي كنت وريتكم في واحد الفيديو، المهم صافي بقى هذا مسدود كنخليه عندي، ما تعرف تجيني القشره ولا المهم كنخليه عندي، راه زوين بزاف البنات، والثمن ديالو 70 درهم. كان 60 درهم دابا ولا ب 70، غادي نجيو لواحد الشامبوان اللي هو هذا بونتين، راه كنت وريته لكم في الفيديو في واحد الفيديو سابق، غنخليه لكم في صندوق الوصف البنات. هاد بونتين هذا ماشي هو اللي وريتكم، هذا ديال برا ماشي ديال المغرب، يعني ما مكتوبش بالعربيه، الاخرين اللي تيكونوا ديال المغرب تتكون فيهم الكتابه بالعربيه اولا تيكون مستورد بطريقه قانونيه كتكون فيه الكتابه، المهم هذا تيكون كونتربوند، حنا عارفين كاملين كونتربوند ما كيكونش فيه العربيه، ما عرفتش البنات نقرا لكم هذا الشيء اللي فيه حيت ما عرفتش اشنا هي هذه اللغه واش الالمانيه ولا شنو هو هذا العجب، ولكن خطيره البنات. كنت مشيت ناخذ عاوتاني الشامبوان اللي مولفه كناخذ نيت ديال بونتين، قلت كملت تريتمون ديال 3 شهور اولا الاستعمال ديال 3 شهور، خديت هذاك اللي كنت وريتكم في الفيديو السابق جوج المرات، ملي سالا لي مشيت ناخذ السيد اللي كانت قد عنده عطاني هذا، قال لي على ضمانتي راه خطير 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 وغادي ينشف لك الجذور ديال الشعر ديالك، وفعلا كي كتشوفوا دابا شعري راه من نهار السبت وقيله ولا المهم 3 ايام دابا ما غسلش شعري وباقي شعري شاد، في الاصل راه كنغسلو في الصباح في العشيه كي يتملق ليا بالزيت كيتعلق كيتعلق بالزيت، هذا ها هو راه واعر، في الاول خديت عنده غير واحد الثمن ديالو 30 درهم البنات، انا نقربو لكم باش تشوفوه، ها هو وتا هو غادي نخلي لكم الصوره ديالو هنا، كي قلت لكم راه ما نقدرش نقرا لكم حتى شي حاجه فيه حيت ما فهمت فيه حتى شي حاجه، باش نجيكم صريحه ما غاديش نكذب عليكم، ولكن البنات اللي الشعر ديالهم دهني بزاف هذا راه كينشف لكم كيمتص هذوك الدهون، حتى ملي كتغسلي بيك وكتشلي شعرك كتقيسي شعرك كتحسي به نشف ما بقاش ميدم يعني ما بقاش معلق، وحتى ملي الا نشفتي شعرك اولا دوزي نهار يومين كتحسي بشعرك شويه شاد في بلاصتو، ها هو راه هنا قرب يسالي بقى فيه غير شي غسله وحده، وكنت مشيت خديت الثاني حيت خفت ما نلقاش، مع كتعرفوا هاد السلعه اللي كتكون يعني ما داخلاش قانونيا بعض المرات كتلقاوها بعض المرات لا، كنت مشيت خديت الثاني من اللي عجبني هذا، باقي كاع ما استعملته ولكن دابا ما غاديش نستعمله غادي نخبيه حيت ان شاء الله غادي نصبغ شعري وغادي نبدا نستعمل هاد كيغاستاس، ونيت راني كملت 3 شهور وانا كنستعمل هاد البونتين، يعني غادي ندير واحد 3 شهور ان شاء الله ديال الكيغاستاس ونقدر ديك الساعه نرجع البونتين اولا نقدر نرجع ندير شي شامبوان اخر، المهم ان شاء الله من هنا لقدام غادي تشوفوا واش رجعت البونتين ولا درت شي شامبوان اخر ولا المهم، ها هو وريته لكم باش تعرفوا بانني راني خديت الثاني ديالو ما غنحلوش غنخليه عندي محطوط وصافي، هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، غنخلي لكم حتى هو ما عرفتوش قلتها لكم ولا لا والله يا البنات الا نسيت، المهم غنخلي لكم الصوره ديالو حتى هو هنايا بالنسبه للبنات اللي باغين ياخذوه، ما تديوش عليا البنات شو لبست هاد التيشيرت ولبست السروال ديال البيجاما ما نقولش لكم خلاطه ديال الالوان درت هاد التيشيرت ما بغيتش نبقى بديك البيجاما قلت غير بما صورت لكم، المهم ها هي الفرشه فرشت راسي، هذا كنصحكم تاخذوه كما قلت لكم راه ما يمكنش ليا نقرا لكم هاد الشيء حيت ما فاهمه فيه حتى شي حاجه، انا كنقول لكم داك الشيء اللي كاين بكل بساطه وبكل روح رياضيه ما كاينش نبقى نكذب عليكم، كنتمنى البنات لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم، وان شاء الله غادي صافي صافي غادي نصبغ غادي نصبغ غادي نصبغ ان شاء الله المره الجايه في الفيديو الجاي غادي تشوفوا اللوك الجديد، ما غاديش تشوفوني مازال بهذا الشعر بحال هكا غتشوفوني بلون اخر ان شاء الله، تسناو الفيديو الجاي ديما كنبقى نقول لكم تسناو الفيديو الجاي تسناو، ولكن والله الا غير مع الوقت والمشاغل وصافي ما ساليتش، المهم
وصلنا لاخر فيديو غادي نخليكم. كنتمنى بعدا تكونوا استفدتوا معايا، سمحوا لي كنبقى نقز من الهضره، كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا، يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم. وهنا غادي نخليكم وغادي نقول لكم باي باي، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.